وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب. سيادة النائب، كيف ترى شكل الحكومة الجديدة وآليات التواصل مع مجلس النواب باعتبارهم ممثلي للشعب المصري في المرحلة القادمة؟ وطبعا بالنسبة للحكومة الجديدة، يمكن احنا امبارح شرفنا بحضور الجلسة اللي هي عقدت لشرح وبيان الحكومة اللي اعلنه فخامة الدولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى بدبودي، ويمكن ده هو يعني اطلق على الحكومة حكومة التحديات، ودي لفظ جديد يمكن ما كانش قلق في كده، وان هو حدد محاور رئيسية في المرحلة القادمة، سواء المحور السياسي او المحور الاقتصادي او المحور التنميه البشريه او الامن القومي، ودي كلها برنامج قوي جدا وبرنامج شامل جامع. ويمكن اسلك صدري ان هو كتير قوي من في بدايه بيانه اعلن بشكل واضح ان هذا البيان يعني دايما تم الاستفاده فيه من يعني ما تم في الحوار الوطني، سواء المحور الاقتصادي او المجتمعي او السياسي. وطبعا دي احنا عندنا طبعا يعني مجلس الوزراء حوارات تقدمنا بعدد كبير جدا من التوصيات، 125 توصيه في المحاور و97 توصيه محور اقتصادي. وهو زي ما امبارح رئيس الوزراء قال ان في مجموعه من التشريعات هتبقى يعني وجوبيه في المرحله القادمه، الحكومه هتبقى جاهزه لتقديمها للبرلمان، سواء قانون المجالس الشعبيه المحليه وده غايه في الاهميه، قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ايضا قانون تنظيم العمل الاهلي، هناك تعديل في قانون 149، ايضا في استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. كل هذه المسائل غايه في خريطه طريق قويه جدا لاصلاح اقتصادي شامل جامع. لكن الاهم الذي يستوقفنا والجديد هو التواصل الدائم ما بين الحكومة ممثلة في الحقائب الوزارية المختلفة والوزراء ومجلس النواب، ودورية التواجد للوزراء داخل المجلس. وطبعا ده شيء طيب وشيء جديد، ويمكن الوظيفة اللي هي يعني وزير الدولة شؤون مجلس النواب أو المجالس النيابية نضيف ليه وزير الدولة شؤون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي. وكثير التواصل السياسي أو التواصل السياسي دي غاية في الأهمية، أن تكون الحكومة ليست في معزل عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية، النقابات المهنية، الحوار الوطني، الجمعيات، المؤسسات الأهلية. وهي دي الوظيفة اللي هيقوم بها استشار محمود فوزي، إن هو يعمل لينك وعلاقة مباشرة ما بين الحكومة وبين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الأحزاب وغيرها، ودي غاية في الأهمية. يبقى الحكومة دايما بتعمل ليس في معزل عن الشارع وعن الشعب، وتحس بمشاكل المواطنين. ويمكن زي ما قلت لحضرتك البرنامج اللي هو امبارح اعلنه الدكتور مصطفى دبولي فعلا جاء مطابقا للتوصيات اللي خرجت عن الحوار الوطني، وهي معبره عن راي الشارع تماما. ماذا عن شكل التواصل مع المواطن المصري والتلاحم مع الشارع؟ هل سيتم الاعلان عن مدار داخل هذه الجلسات ما حدث ما بين الوزراء والنواب كممثلين للشعب؟ طبعا هيكون في تواصل قوي جدا، هيبقى في تواصل قوي جدا بين المواطنين وبين الحكومة عن طريق اللقاءات وعن طريق المؤتمرات الصحفية اللي رئيس الوزراء أعلن عنها. ويمكن احنا في الحوار الوطني اتفقنا على ان هيبقى في اجتماعات مشتركة ما بين مجلس أمناء الحوار الوطني، اللجنة التنسيقية اللي طلع بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين في حضرة الوزير محمود فوزي، على اساس ان احنا عايزين نفعل التوصيات بشكل متوازي. احنا عندنا عدد كبير من التوصيات والمواطنين المصريين منتظرين ده. نعم. يعني كل خاصه قضايا اقتصاديه، الغلاء، التضخم، مشاكل الزراعه، مشاكل الصناعه، السياحه، كل هذه المسائل المواطن المصري منتظرها ومنتظر يعني حلول كثيره جدا في هذه المرحله. وطبعا احنا يقينا بنقول ان العلاقات وتبادل المعلومات وتبادل اللقاءات والوضوح، وطبعا الوضوح شفافيه غاية الطرح الأهمية. نعم طبعا دي غايه في الاهميه، فضلا عن ان احنا بنقول ان من ضمن يعني تحت توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومه، ان احنا نهتم بقضيه الوعي ايضا، فدي غايه في الاهميه، تغيير المفاهيم والتوضيح والتبصير، دي مسائل غايه في الاهميه، لان المواطنين عايزين يعرفوا. اما المواطن بيبقى متعايش مع القضايا، متعايش مع الموضوعات، بيبقى طبعا يعني ساند
ويستطيع ان يعني يتفاعل مع احداث والمسؤوليه قوية. مشتركه بالطبع. اشكرك جزيل الشكر الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب.